البيت بدون المدام فاضي وبضجر. هيدي أول مرة بتنام برات البيت. ما بدها تترك آجيا لوحدها مع جاد. شو بدك تقول؟ المدام عم تعامله مثل ما كانت تعامل زوجة. ما فهمت عليك. خايف قريبا ياخد محله بكل شيء حتى بقلبها. المدام سكرت قلبها من زمان. إذا سكرت قلبها من زمان ليه راحت لعنده؟ راحت لعند أختها، ما راحت لعنده. شو؟ ليه حابس حالك بالأوضة؟ عم برتاح وفكر. كيف قادر تفكر وتشوف تلفزيون بنفس الوقت؟ كان لا إشي أو لا سامع. هيك أروق ومنفكر سوا. قلي شو اللي شغلك بالك؟ اشياء بسيطة مش مهمة. ما زالها بسيطة ومش مهمة، ليش عم تفكر فيها؟ إذا عندك سؤال اسأليه مباشرة. عندي. تفضلي. بدي أعرف إذا زعلت لأنه تانيا لحقتنا لهون. قالت بدها تغير جو. أنا زعلت كتير. والسبب؟ السبب انه كان بدي يكون انا وياك لوحدنا، نحكي سوا، نتمشى سوا، نسهر سوا، نرقص سوا، ونعيش احلى ساعات سوا. اللي عم تقوليه ما فكرت فيه ابدا. حلك تعرف انك بتعجبني. الاعجاب شي واللي عم تقوليه شي تاني. اكيد شي تاني. وين شعورك؟ وين احساسك؟ كان لازم تفهمني قبل ما اقلك اني بحبك. بسرعة؟ لا مش بهالسرعة أبدا. تعرفت عليك ورقبتك وفهمتك وعرفت أنك رجال بكل معنى الكلمة. سوري على الإزعاج. آجيا. نعم. ممكن تحكيني كلمتين من المعروف؟ حاضر. غير رأيه، زدت له المبلغ 5 مرات ونطر جوابه. ليه غير رأيه؟ ما بعرف. هات خايف. كمان ما بعرف. رجعي لعنده وعطيه مهلة 24 ساعة بس. إذا رفض صار لازم نخلص منه قبل جد. نخلص منه؟ طبيعي. هو بيعرفك وبيعرف مشروعك وبيعرف هدفك. وينك؟ بعدك على الخط؟ ايه بعدني معك. أحبك. باي. قربت تغيب الشمس. بعد شي ساعة تقريبا. للأسف خلص الويك اند.
هاتك كنت مرتاحة؟ من زمان بحاجة لفرصة، وجو البيت مثل الكابوس على صدري. ما ناقصك شي حتى تكوني مبسوطة. بيتك حلو، الشغل ماشي، عندك مال وجمال وخدم بدون رضاكي. كل شي ذكرته ما بيعطيني ولا نتفة سعادة. أنا إنسانة تعيسة. تعاسة لسبب؟ ما في تعاسة بدون سبب. ما بحق إلا أسأل، بس بتمنى ما يكون سبب التعاسة مرض ما بدك تحكي فيه. المرض هون. صحتي كتير منيحة. تفكير؟ تفكير مشتت وبال مشغول. هذا الإحساس طبيعي بعد موت جوزك. مات لسبب تافه. وانت بتعرفي هالسبب؟ ما حدا غيري بيعرفه. إذا مستعدة تخبريني بوعدك إني أحفظ السر. رح تكون أول مين بيعرف. بس هلا بعد بكير. بكير كتير حتى أخبر. هي أساءتك فيي كبيرة. كتير كبيرة. أنا بدونك حياتي رح تكون كتير ضعيفة. جد عاملين حفلة بالأوتيل، يا ريت منبقى للسهرة. الويك إند خلص، كنا لازم نرجع. اطلبي سعيد وروحي أنت، أنا باقية مع جاد. جاد ما معه سيارة ورجع معنا. ناخد تاكسي. إذا تأخرت السهرة يمكن ما تلاقوا. شو عايشين بالصحراء؟ هيدا لبنان، حتى لو كنت بنص البحر مثلاً بتلاقي تاكسي. ليه عم تضحك؟ قلت مثلاً. روحي ضبي الشنطة. أنا باقية. أنت بتحب سعيد يخدنا على البيت؟ واحدة ونص بعد نص ليل. يعني باقي؟ لساعة واحدة. ليه؟ وظيفتي بتبلش الساعة 8:30 الصبح. رايحة هي وسعيد لوحدها، وأنا وياك رح نبقى كل الليل سوا. كل الليل.
تأخرت عليكي؟ كتير. وين كنت؟ عم باخد دوش. كيف الجو؟ هلأ صار حلو. عبالي أرقص معك. أنا جاهز. تفضلي. أخيراً غمرتني بيتك. هيك بدي رقص سلوك. بتمنى هالغمرة اللي بيناتنا تدوم حتى بدون موسيقى. أنت كثير عاطفية. البنت الإحساسها بارد ما بتلبق لك. خي كنت عم بحلم أقضي هالسهرة معك. حلمك تحقق. ولوحدنا وبدون إزعاج من حدا. مين قصدك؟ بتعرف شو قصدي. تاني أخذت لك كل وقت. ما عاد شفتها. بتكون رجعت على البيت. ما ودعت حدا. أحسن. لو وقفتي. بعدها هون. طبيعي. إلى زمان ما أخذت فرصة. بقيت حتى تنكد علي حياتي. بقيت لأنه تعبت من جو الحزن. بكرهها. تانية أخذت. هي كمان ما بتحبني. سألي. بدون ما أسألها بعرف. جاد انا حاردة ما بقدر. ما حدا شايفك ولا عم طلع عليك. خلص جاد بكفي لازم ارجع. قلت لك ما حدا شايفك. ما حدا عم يطلع عليك. اللي عم بعمله غلط. الغلط انك تقتلي حالك من الحزن. الغلط انك تدفني حالك بالحياة. بدل ما تعيشي حياتك. التعاسة والأسى واللوعة ما رجعوا حدا من الموت. ما عارفة. إذا بتعرفي
غمضي عيونك وعيشي هاللحظة من حياتك. هاللحظة من حقك تعيشيها وبتستحقيها. ما كنتوا لابقين لبعض ابدا. تانية بحاجة لحدا يوقف حدها. ليش انت بالذات؟ لأنها بتوثق فيي. انا كمان بوثق فيك وبحبك وبحاجة لإلك. وانا بقدر هالساعة وبحترم شعورك. ممكن أسألك سؤال؟ أنا اللي بسأل يا كريم. بدي أعرف ليه بيتي عم يتفتش. مين اللي بالصورة؟ الصورة واضحة. بدي أسمع جواب منك. أنا ومدام تانية. قد إيه عمرها الصورة؟ من حوالي 3 سنين. وبأي مناسبة؟ عيد ميلادها. وين؟ عندهم بالبيت. كنت تزورهم كتير؟ أنا والمدام والمرحوم كنا أصحاب. صديق وفي، بعدك محتفظ بالصورة لهلأ؟ نعم. طبعاً أنت بتعرف أنه نعيم صادر نقتل ببيته؟ نعم. وبالحمام؟ نعم. بتشك بحداً له مصلحة يقتله؟ بكتير ناس. مين يعني؟ مع كل اللي تعامل معهم. قدي عددهم؟ حوالي 100 أو أكتر شوي. الشبهات كلها على مدام تانية. مدام تانية ما بتأذي نملة. وأنت؟ ولا أنا
شاكك فيه؟ قلت لك أنا اللي بسأل. ممكن أحتفظ فيها؟ إذا بترجعها ما في مانع. شكرا. زدت لك المبلغ 5 مرات، صار ثروة، الثروة اللي بتحلم فيها. نفذ اللي اتفقنا عليه وسافر هلا، عيش حياة سعيدة وجيبك مليانة. وأنت كيف رح تعيشي حياتك؟ مع مين وبأي طريقة؟ كارين، خلي سجلك نظيف. إذا يوما ما صرتي بالحبس رح ينكرك ويتبرأ منك ويدعي إنك تصرفتي لوحدك. مش أنا اللي رح أقتل. سبق وقلت لك إنه القاتل والمحرض واحد بنظر القانون. حطيتني موقف صعب، هو مصر إنك توفي بوعدك. وإلا؟ وإلا؟ ما بعرف. أنا بعرف. إذا رفضت صار لازم يخلص مني قبل ما يخلص من جد. كارين، كارين أكيد هو خايف مني لأني بعرفك، خايف إني أحكي يوما ما وأعطي اسمك وش طلبت مني. أنت كمان لازم تخاف. بعرف. طالما بتعرف إنك بخطر نفذ. ما رح نفذ لأنك أنت كمان رح تكوني بخطر. لا، أنا بأكد لك إني رح أكون بأمان وأتجوز وعيش حياتي مرتاحة. أنت طيبة وعلى نياتك، وهذا السبب اللي خليني أحبك وبعدك عن الشر اللي أنا وقعت فيه بعمر المراهقة. صعب، صعب إنك تفهمني. لأني فهمتك قررت أحميكي منه. ما حدا قدر يحميني مثله. ما رح يحميكي، ما رح يتزوجك، رح يضل يستغل طيبتك. فيقي من هالوهم، فتح عيونك، فيقي من هالحب الأعمى. شبعت منك ومن نصايحك، هي آخر مرة بشوفك فيها. من امتى بتعرف المدام يا جاد؟ مش من زمان، من كم شهر. ما كنت تعرفها قبل؟ لا. ولا شايفها؟ ولا شايفها. كنتوا ثلاثتكم بالعطلة سوا؟ نعم. ليش كنتوا ثلاثتكم سوا؟ ثلاثتنا كنا بحاجة نغير جو. أي جو؟ بالنسبة لي جو الشغل. والمدام؟ جو البيت. وأجيا؟ أنا بحب المشاوير. فيك ترجع على شغلك. بالإذن. بتعرف الحمام اللي توفى فيه نعيم صادر؟ نعم. بتعرفي كيف مات؟ بالكهرباء. أنت وين كنتي؟ بشقتي. وشقتك بعيدة عن بيت أختك؟ ماشي أو بالسيارة؟ بالسيارة. 10 دقايق. وماشي؟ ولا مرة جيت ماشي. خلصت معك، فيك تفلي. بتعرفي هالصورة؟ نعم، هيدي بعيد ميلادي. لقيتها بغرفة النوم عند كريم. كريم كان صديق جوزي. صديقك؟ نعم. لدرجة انه يحط صورتك بغرفة النوم؟ انا وجوزي بالصورة مش لوحدي. مدام اكيد بتتذكري يوم اللي رفعنا كل البصمات من البيت. نعم بتذكر. ما كنا نلاقي ولا بصمة غريبة. للأسف
للأسف البصمة الوحيدة يلي لقيناها على فيش السشوار كانت بصمتك. طبيعي، ما حدا بيستعمله غيري. آسف مدام، راح تكوني موقوفة على ذمة التحقيق. بدي المحامي. هيدا من حقك، فيك تطلبي. مرحبا كريم. اهلا اهلا استاذ، تفضل. لا ما في وقت، وقفوا مدام تانيا. وقفوها؟ رهن التحقيق. ما عندهم ولا سبب يوقفوها، لا سبب ولا اثبات. شو قصة الصورة يا كريم؟ قابلت المدام؟ خبرتني على التليفون قبل ما يوقفوها. صورتها مع جوزها، كانت عندي بأوضة النوم، وأخذها معه المحقق. وليه كانت الصورة عندك؟ شي طبيعي، كنا أصحاب. بس ما بعتقد وقفوها بسبب الصورة. ما حدا بيعرف شو في براس المحقق. أنا والمدام أصحاب وبس. هذا اللي جاي أتأكد منه، حتى أعرف كيف لازم أتصرف. هي صغيرة، وأنا رجال كبير. أتأكد تمام، ما بيجمعنا إلا صداقة. جوزها كان بعمرك. شو يعني؟ يعني ما بدي المحقق يفتكر انه مدام تانيا بيعجبها الكبار بالسن. في حدا بفكر بهالطريقة؟ بالعلم الجنائي كل شيء وارد. صار لازم امشي. عندك شيء تقوله؟ لا، مع السلامة. بالإذن. معك. وقفوا تانيا رهن التحقيق. ناطر مني كلام تاني. وين صرنا؟ فكرت الخبر بهمك. تانيا ما بتهمني الا لانه جاد عم يشتغل عندها. قولي لي، هيدا بعده رافض يمشي باللي اتفقتوا عليه؟ ما عاد في امل يقبل. ضعفت المبلغ؟ 5 مرات ورفض. ما عرفت ليه غير رايه. الو، عم تسمعيني؟ لا، ما عرفت لغير رأيه. بسيطة، بعرف كيف اتصرف. ما توقعت شوفك بالصالون. ما عندك شغل؟ حدا وكلك فيي سعيد؟ لا، لكن السيد نعيم ما كان يترك المكتب بهالوقت. السيد نعيم مات وأنا بعرف واجبي. أنا ونبيلة كمان عنا واجب. بدي أعرف وين بدك القهوة، هون أو بالمكتب؟ لا هون ولا بالمكتب، ما بدي قهوة. عملناها، تعودنا نعمل له قهوة بهالوقت. خليه يشربها. كنت تشربها حضرتك بمكتبه. بكفي ملاحظات من اليوم ورايح، ما بدي اسمع شيء عن نعيم صادر. بالاذن. اول مره بتعلي صوتك، من مين زعلان؟ سعيد، صاير مثل الكبوس على صدري. هو هيك مخلوق، إنسان جامد وبارد، الوجه القاسي والكلام الناشف. بستغرب كيف مدام تانيا تركته لهلأ ببيتها. أختي كتير بترتاح له، بترتاح له وبتأمن له على كل شيء. لو كنت محلها ما بأمن له على حياة عصفور. عم تتهمه بقتل جوزة؟ ما بعرف، كلمة وحكيتها. نبيلة لوين اخذ القهوة؟ سعيد قال لي اخذها على المكتب.
رجعي على المطبخ. حاضر. أنا بخاف من هالساهية أكثر من سعيد. كل شيء بخوف بهالبيت. تانيا بتخوف أكثر شيء. طلبت مني أوقف حدا وساعدها. حاسس حالي مثل المشلول، ما قادر ساعدها بشيء. إذا كانت بريئة ما بدها مساعدة. كيف ما كان وشو ما كان لازم أوقف حدا. أنا وعدتها. وإذا سبت عليها شيء؟ المحامي ما رح يتركها وأنا ما رح أتركها. أجيو؟ نعم. ليه بتتمنى أختك تكون القاتلة؟ ما تفهمني غلط، أنا ما بتمنى أبداً أنها تقضي كل حياتها وعمرها بالحبس. قد ايه بتريدي؟ 350,000. ميرسي. يا اهلا وسهلا. سمعتيني او بعيد السؤال؟ سمعتك. لك تفضلي جاوبيني. نعم، جوزي كان عنده قعدة. قال لك مين؟ لا. كيف عرفتي؟ كان دايماً ساكت ومتوتر ومهموم. بعتقد كان خايف. يمكن كان خايف منك. لا، واضح إنها ذكرت القعدة، يعني الخوف كان منه. ما خبرك مين القعدة، ولا خبرك إنه كان خايف. شو كنت عم بتبصري حتى تعرفي؟ كل ست بتعرف جوزها، وأنا كنت أعرف جوزي كتير منيح. الفرق بالعمر بينك وبينه كان كتير كبير. هالشي ما كان يزعجك؟ لا. كان كبير عليكي. بالنسبة إلي كان الزوج المثالي. يوم اللي انقتل كنت بحفلة خيرية. نعم. وكنت بعيدة عن البيت ربع ساعة بالسيارة. مزبوط. إذا الحفلة فيها ناس كتير كان ممكن تغيبي وقت معين وترجعي على الحفلة من دون ما حدا ينتبه. بالزمان نص ساعة لتروح وترجع، ربع ساعة لتروح على البيت، وربع ساعة لترجع على الحفلة، وأكيد بهيدا الوقت بيكون في حدا انتبهك. أنا بقيت من أول الحفلة لآخرها. قلتلي مرة إنه ما حدا بيستعمل السشوار غيرك. نعم. وين بتستعمليه عادة؟ حمام أوضتنا. يعني مطرح من قتل زوجك؟ نعم. شكرا. مدام، عندي احساس انك بتعرفي اكثر عن زوجك. يمكن بعرف ويمكن ما بعرف. هيدا منه جواب. انا وكيل الدفاع عنك ولازم تصارحي، حتى لو انت قتلتي زوجك لازم تقولي لي. اذا منك متاكد من براءتي ليه عم تدافع عني؟ لانك وكلتيني. بدي اياك تكوني صادقة معي مثل ما أنا صادق معك. لازم تطلعني من هون، قد ايه رح أبقى موقوفة بعد؟ يمكن في تحقيق تاني وتالت ورابع. رح أعمل جهدي طلعك. بأسرع وقت ممكن، إذا بقيت هون رح أختنق، أعصابي ما عادت تحملني. دفاعي ضعيف، بدي وقايع، بدي إثبات، بدي معطيات. اللي عندي قلته، طلعني من هون اليوم قبل بكره.